اهلا بكم في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير حلوه الخطمي او حلوه لاغيموف بالفرنسيه او المارشميلو بالانجليزيه، ويسموها هنا الحلوه الاسفنجيه او الحلوه الخطمي. هي حلوه اسفنجيه حلوه تنباع في الاسواق. راح نحضروها اليوم مع بعض، وطريقتها يعني سهله وما تحتاج يعني مقادير كثيره. الان نمروا الى مقادير هذه الوصفه. نحتاج نص كاس ماء، هنا كذلك نص كاس واحد اخر ماء، زوج كيسان سكر، سكر عادي يعني كريستاليزي. هنا راني مخلطه مغرف كبيره سكر غلاس مع مغرف كبيره تاع مايزينا، نص كاس الحجم تاعها يعني كيما هكذا تاع غليكوز. هنا يا اما ديروا غليكوز او ديروا سيرو، يسموه السيرو د مايس. السيرو د مايس هذا يعني هو شويه راه قليل في الاسواق، تقدروا تعوضوه بالغليكوز. انا هنا راني دايره غليكوز نص كاس. وهنا عندي 3 مغارف جيلاتين، جيلاتين كذلك راه ينباع في الاسواق ومتوفر بكثره. هنا عندي نص مغرف صغيره تاع ملح، وهنا الملون لاني غادي نلونها من الفوق. الان نمروا الى طريقه التحضير. اذا هنا في الخلاط تاعنا راح نديروا نص كاس ماء مع 3 مغارف تاع الجيلاتين، ونحركوهم غير شويه. هنا نديرو السكر في الكاسرول، حطوا السكر تاعنا اول شيء، نزيدو له الملح، ونزيدو الجليكوز، ونضيفو الماء. نحركوهم شويه. هنا في هذه المرحله اذا كان عندكم ترمومتر هو يكون افضل، يعني تحطوه هنا فوق الخليط وتخلوه حتى يقفل يعني درجه 250 درجه، توخروه. لكن اذا ما كانش عندكم معليش نخلوه فوق النار لمده من 4 دقائق حتى 5 دقائق. كي نشوفوه بدا يدير فقاعات كثيره تما كنوخروه. اذا بعد مرور 5 دقائق كما راكم تشوفوا تولي درنا الفقاعات كما هكا. الان خلاص نطفو عليها ونزيدوها للخليط. الان راح نخلطها شويه، نخلطوا هذا الجيلاتين تاعنا شويه هكذا، ونبدا نحطو السائل غير بشويه، يعني الخلاط راح يخلط وانا راح نضيف السائل حتى نكمله مع الاخير. وهنا نزيدو لها السرعه شويه، تاعي راح نزيد لها في السرعه ونخليها تتخلط لمده 10 دقائق. خلاص بعد مرور 10 دقائق كما راكم تشوفوا راح تضاعف الحجم تاعها وبيضت، يولي عندها هذا القوام. الان خلاص نقلعوها. الان كما راكم تشوفوا انا ندهنت هنا الصينيه تاعي بالدهان، دهنوها يعني غير شويه يعني ابان من تحت، ونفرغوا الخليط تاعنا.
هنا من الافضل يعني تزيتوه شويه خاطرش هي تجي تتلصق باش تعاوننا شويه، وهي اصلا يعني الخليط يتلصق لازم تخدموا بالخف باش ما تبردلناش. ونفرغوه هنا كما راكم تشوفوا، تجي ثقيله يعني وتتلصق شويه. والان نمشوها في الصينيه تاعنا هكذا. فوالا، الان انا راح ندير شويه ملون من الفوق، نقط نقط هكذا. هكذا خلاص، ونمشوهم شويه من الفوق. هكذا قادرين يعني في هذه المرحله تديروا اللون اللي تبغوه، شي مشكل يعني. هي كل ما يعني كثروا فيها الالوان كل ما تجي شابه. فوالا، الان راح ندخلها للثلاجه او الفريجيدير، سواء تخلوها 6 ساعات سواء ديروها ليله كامله، هي من الافضل يعني تبات، لكن 6 ساعات ثاني تخرج لكم مليحه. انا راح نخليها تبات لي ليله كامله في الثلاجه، وغدوه ان شاء الله نوريكم. سكر غلاس مع المايزينا اللي خلطناهم هكذا، هكذا خلاص، ونخلو شويه باش نديروها من الفوق. والان راح نجيبو الحلوه تاعنا، اذا نرفدوها غير شويه، هي ما راحش راح تكون لاصقه يعني راح تطير لنا هكذا. ونحطوها فوق سكر غلاس والمايزينا، ونزيدو نكملو العملية، نزيدو نديرو فوقها السكر والمايزينا هكذا. هكذا على كل الجوانب. خلاص، ونبداو نقطعو فيها. الان راح نحمو شويه الخدمي تاعنا، نحمو غير شويه يعني باش ما تغبلناش في التقطيع، ونبداو نقطعو فيها. اذا انا راح نستمر راح نقطع الحلوه تاعي كامل وراح نوريها. اذا هذه هي الحلوه تاعنا، راهي وجدت حلوه الخطمي او المارشميلو او اللاغيموف. هي حلوه جبنينه وطريه واسفنجيه كما تعرفوها كامل. فوالا، نقطعوها يعني اطراف صغيره كيما هاك، وتجي تتكسل كما راكم تشوفوا. قطع لكم واحده تجي تتكسل فوالا هكذا، وتجي طريه وخفيفه واسفنجيه، وتجي يعني تماما كما تاع برا اللي نشروها من الحوانيت برا. ان شاء الله تجربوها نتوما تاني، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. وكالعاده راح تلقاو المقادير في الديسكريبشن او لا ديسكريبسيون اللي موجوده تحت الفيديو. وكالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد وتكونوا من متتبعين القناه. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.